وهذا أيضا يدخل فيه ما جاء من قول عدد معين من الأذكار في يوم، من قال في يوم 100 مرة فإنه لا يلزم ولا يلزم حتى يحصل على الأجر أن تكون في وقت واحد. فمثلا حث الشرع على قول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أهم شيء أن يقع هذا العدد 100 ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أذان المغرب.